فنانة اللي حاملة واحد الرسالة فنية جميلة من خلال الأغاني ديالها. آخر أغنية ديالها غتولي لي وهي ولات الموازين، وحنا سعداء أننا نقدموها لكم عند حفلة هاد الليلة مع الفنان رامي عياش. حسنا زلاغ، مرحبا بك. مرحبا بيا ثاني مرة عندك منتصر. أنا سعيدة جدا أنني معك اليوم، وسنفرح ملي تنشوف وجهك البشوش. الله يحفظك، الله يحفظك، منورة بلاتو ميديان تي في. بوجودك وبوجود ستاف كامل ديال الموازين. كيف دايرة؟ بخير الحمد لله. موازين محطة مهمة لكل فنان سواء في المغرب خارج المغرب. شنو تحضيراتك هاد الليلة للموازين وشنو موجدة لجمهورك حسنا زلاغ؟ اليوم أنا كل إنرجي كل تشوق باش نشوف الجمهور، موجدة لي بزاف ديال المفاجآت. غادي يشوفوا حسنا مختلفة تماما، ما نحرقش بزاف المفاجآت، كاينين تسناوني إن شاء الله في السهرة ديال اليوم. ألوغ الجديد ديالك غتولي لي، شفنا إطلالات ديالك بالزي المغربي بالقفطان إتوسا، الأصداء ديال غتولي لي جميله بزاف بزاف. لان جيتي لعندي قلتي يلا حطيتي الاغنيه. كنتي حصري، كنتي حصري، وكنت كان فيها الخير عليا اللقاء ديالك بطبيعه الحال. ما تصورش شحال الاصداء جميله جدا من عند الجمهور المغربي. كنبغي نقول له شكرا بزاف بزاف، وغتكون ان شاء الله في السهره ديال اليوم لان الاصداء رائعه والاغنيه الحمد لله لقات نجاح كبير، وهذا شيء تفرحني يوم على يوم. فشكرا بزاف للجمهور المغربي في كل مكان، في كل مكان. حسنا زلاغ، من الاغاني ديالك من التوزيع الموسيقي ماشي الالبوم اللي درتيه مع روتانا، ولكن الاغاني السينجل اللي نزلتي كاين مروكان تاتش، يعني كاين طابع المغربي من خلال الموسيقى، يعني البندير او الكمان او في الايقاع. دائما تتحرصي على هذه القضيه، علاش؟ لانني مغربيه للنخاع، ودنيا دائما كتعشق الايقاع المغربي. وتبارك الله عليهم الجروب اللي خدمت معاه في غتولي لي، تبارك الله حتى هو دي جون ولكن ما شاء الله دمهم مغربي. كنبغي نوجه لهم تحيه، انور مقدور ونوح عبدي، وكذلك المخرج اللي ابدع في الاخراج سي عبد الله الايوبي. دونك كان لو ستاف كله مغربي، كانت فيه حتى مغربيه للنخاع. هذاك الشيء علاش نجح لو سينجل، وداك الشيء علاش تقبلوا المغاربه، لان شموا فيه الريحه ديال حتى مغربيه. وكاين كتاف كيدنسى، يعني عده مواضيع كيدنسى. انا كانت من توقيع امينيكس، وكانت من توزيع بلال افريكانو، حتى هي كذلك كانت من الاغاني الأغاني اللي تبارك الله. من بعد ألبوم وفر كلامك، أنا جيت رجعت المغرب باش نركز على الأغاني المغربية، والحمد لله لقيت راسي فيهم، والجمهور حبني من خلال هاد الأغاني، ومازال موجودة لكم بزاف ديال المفاجآت مغربية. حسنا زلاغ، في الوقت في غياب شركة الإنتاج، أنت كنتي من بين الفنانات المحظوظات اللي مضاو عقد مع روتانا، واللي درتي فيه الألبوم وفر كلامك، وكانوا أغاني زوينة، غايب عني حبيتني لا، ومهم الأغاني طويلة. الآن ولاو كل شيء تهرب من شركة الإنتاج، ولكن روتانا رجعوا ليها الفنانين اللي كانوا كنوال الزغبي، كنجوى كرم اللي غنتلتحق بها بعد قليل. يعني أنت الآن ما تخميش عونك إلى عويتوا لك روتانا أو شركة إنتاج تنضمي لهم؟ مرحبا، ولكن إلا كان الخدمة ديال حسنا زلاغ تكون مغربية 100%. حسنا زلاغ في أغنية ويلي على راجل اختاريتي ممثل مغربي، ما اختاريتيش شي عارض أزياء من تركيا، من فرنسا، من ألمانيا، علاش مشيتي لهشام الوالي؟ وعلاش غتسولني هذا السؤال؟ علاش انا علاش مؤهله؟ هو صاحبي وتنوجه له تحيه. لانه انا اولا هشام الوالي تنوجه له تحيه من المنبر ديالك، لانه ممثل مقتدر وعنده كاريزما، وما نمشيش بعيد. انا دائما مادام انني في المغرب، علاش انا ما نختارش انا ممثل اللي يمثل بصح هذاك الدور؟ وكنت شفت هشام انه كفء ليه، لانه تبارك الله كان دار بوز بعدا في واحد المسلسل اللي كان كلشي كيبارطاجي اللقطات ديالو، فانا شفته اهلا لذلك، وتبارك الله تميز في هذا وساهم في نجاح اغنيه تسويلي على الراجل. فنقول له شكرا بزاف، وبالعكس لازم نشجعوا بعضياتنا، لازم ندعموا بعضياتنا، لانه منتوج مغربي. بالعكس خصنا حتى حنا يجيونا دي زانفيتاسيون، علاش حتى حنا مثلا المصري او اللبناني او اللبنانيه ما تفكرش هي تاخذ ممثل مغربي ويدير معها يدير معها ان كليب؟ هذا مزج ديال الثقافات. فانا بالعكس بالنسبه لي كنت باغيه ان الاغنيه المغربيه يكون فيها ممثل مغربي، وخير ما المغاربه هشام الوالي. ونقدر نمثل معاك شي كليب؟ بيان سور، جاي ان شاء الله. والله الا غادي يجي معاك خزال صافي، تيقني. كاينه اغنيه جديده؟ كاينه ان شاء الله، كنوجدوها في الصيف مورا العيد ان شاء الله، باش ما عرفتش مازال ما عرفناش التوقيت. المهم حنا في التحضيرات في الحفل ان شاء الله، في الحفل مع رامي عياش غيكون مفاجآت، غنقدروا نشوفوك غتشوفوا ستايلات زوينه بزاف، غتشوفوا بزاف. غتغني معاه؟
ما صراحه ما غنغنيش معاه، ولكن ما جاتش الوقت باش نديرو بروغرام لان ما تلاقيناش قبل. مي بالنسبه للحفل ديالي غادي يكون ان شاء الله شي حوايج اللي فريمون اكتشفوهم المغرب المغاربه، فحسنا شي حوايج جداد.